السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يعني برحب بكل الأفاضل اللي موجودين وكامل الشكر وكل التقدير للبشمهندس فاضل سليمان على المسابقة دي. الحقيقة أن أنا كنت بحفظ حمزة بقالي سنين. بعد المسابقة دي أنا اعتذرت للشيخ اللي كنت بحفظ حمزة معاه، لأن كان الشيخ كان بقالي حوالي كام شهر جديد معايا، وكان بيحفظ حمزة بأسلوب إحنا محتاجين نخلص كم، هو حافظ 5 أجزاء ومهم جدا عنده كل يوم يسمع صورة كاملة ويسمع صفحة الجديد كاملة من غير ولا خطأ، وبالتالي ده كان بيعمل عليه ضغط نفسي لدرجة إن هو في الآخر قال لي أنا ما بقتش بحب القرآن. فهنا أنا حسيت بالخطر، احنا مش مطلوب ان احنا نضغط على الولاد في الحفظ لدرجة انه يكره القرآن. انا مهم عندي ان ابني يتدبر القرآن ويفهم معاني القرآن ويطبق القرآن. ليه بقى؟ لانه بحكم عملي انا جات لي امهات واباء كتير جدا بيقولوا اولادنا من حفظت كتاب الله، ولكن الولد في الاخر لا قدر الله يلحد او يدخل الجامعة ينسى كل اللي علمناه. والسبب ان احنا بنهتم ان ما شاء الله ابني من حفظت كتاب الله واقدمه في كل شيء وابقى فخورة جدا بيه. طبعا دي حاجة مدعاة للفخر ومدعاة لكل المعاني الجميلة، ولكن ان لم يطبق القرآن في حياتنا وفي اخلاقنا وفي طبائعنا يبقى ساعتها احنا ما عملناش حاجة. فمن هنا أنا قررت صراحة من بعد مسابقة التدبر لما حمزة فتح سورة الإنسان سمعها من البشمهندس فاضل أكتر من مرة وبدأ يسمع فيديوهات أخرى بتلخص الصورة في صور، أنتوا عارفين السن الصغير ده بيحب الأمور المادية، فلما بدأ يسمع الصورة ويشوف بقى مثلا الإنسان ومسيرته عاملة إزاي والصورة تربط بصورة والمعنى يتربط بشكل هو يتذكره في عقله، الصورة بقت سهلة جدا عليه. 3 أو 4 أيام أجت حفظ الصورة، فهم معاني الصورة، واتفاجئت بيه بعد كده في بعض الأسئلة. يعني كان بعدها على طول في كامب تربوي، فحد بيسأله مخيم يعني تربوي، حد بيسأله سؤال له علاقة بالإنسان وبالنفس. أنا اتفاجئت إن حمزة بيستشهد بالصورة اللي حفظها وبآيات سورة الإنسان. هنا أدركت فعلا إن القرار اللي أنا خدته كان قرار صائب، وإن اعتذاري للشيخ كان اعتذار صحيح، وإن شاء الله في القادم بالنسبة لي مش هركز على الحفظ بالكم على قد ما هركز على الحفظ بالتدبر وفهم معاني الآيات وإدراك ما يريد الله عز وجل وإدراك ما نهى الله عنه، بحيث ان اولادنا تطلع متربيه بتربيه القران زي ما كانت السيده عائشه بتقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران. اسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك في اولادكم ويبارك في اولادي يا رب، ويبارك في البشمهندس ويجزيه عنا خير الجزاء، وان شاء الله نلقاكم كمان في مسابقات اخرى وفي اماكن اخرى كلها تبقى مليانه بحفظ كتاب الله وتدبر كتاب الله وفهم معانيه، ونلتقي بالرسول عليه الصلاه والسلام يوم القيامه ونقول له يا رسول الله هذا يعني عملنا الضعيف مع اولادنا. ربنا يبارك في البشمهندس ونلقاه ان شاء الله مع رسول الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله كل خير يا سادة تسنيم على كلماتك العطرة.